السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشاهدوا معايا غنحضر معكم تحليه سهله والمكونات ديالها بساط وكتجي لذيذه اكيد. خليكم مع المقادير وكيفيه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله، نبدأ مباشره في طريقه التحضير. في كسروله وعلى نار متوسطه غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الزبده، كنخليوها حتى كتذوب تماما. بالنسبه للمكونات بالغرام غنحاول نخلي عليكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا من بعد ما ذابت لينا الزبده تماما كيف ما كتلاحظوا كنضيفوا ليها 4 المعالق كبار ديال الدقيق الفرص، وكنحركوا مزيان حتى كتشرب لينا الزبده داك الدقيق لمده ديال 30 ثانيه. من بعد كنضيفوا الحليب. بالنسبه للكميه كنحتاج 1 لتر من الحليب، كنضيفوا في الاول تقريبا 2 كيسان وكنحركوا مزيان حتى كتبدا تعقد لينا الكريمه، وعاد كنضيفوا الكميه اللي تبقات لينا ديال الحليب. كنتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح. وهنا ضروري كنبقاو مستمرين في التحريك باش ما تلصقش لينا الكريمه. وحنا كنحركو كنضيفو 4 المعالق كبار السكر سنيده، وكنضيفو كذلك 2 اكياس من السكر فاني، وكنستمروا في التحريك حتى كتعقد لينا الكريمه ديالنا كيف كتشاهدوا معايا. كنستمروا في التحريك حتى كنحصلوا على كريمه بهذا الشكل. كناخذوا كؤوس اللي غادي نقدموا فيهم التحليه ديالنا وكنفرغوا فيهم الكريمه وكنوضعوهم في الثلاجه، وفي هذه الاثناء كندوزوا باش نحضروا صوص كراميل. باش نحضروا صوص كراميل كنحتاجوا كاس من السكر سنيده العبار بكاس العنبه، كنضيفوا كسروله فوق النار مهيله وكنوضعوا السكر وكنتركوا حتى كيبدا يذوب من الجوانب. هذا الصوص كيجي ناجح 100%، غير تبعوا المراحل حتى الاخير غادي ينجح معكم ان شاء الله. هنا كيف كتشاهدوا من بعد ما بدا كيذوب لينا السكر كنبداو كنحركوا بملعقه خشبيه، كنستمروا في التحريك بهذا الشكل حتى كيذوب معنا السكر تماما. هنا حاولت ما نزربش الفيديو باش تشاهدوا جميع المراحل ديال تحضير صوص كراميل ديالنا. وهنا السكر من بعد ما ذاب تماما ولا على هذا الشكل كنضيفوا ليه علبه ونص من الياغورت بدون سكر، وكنحركوا مزيان. واخا يبان لكم السكر قساح وتحجر غادي يذوب، غير نستمروا في التحريك حتى يذوب بالكامل. وهنا كيف كتشاهدوا معايا صوص كراميل ديالنا كيكون جاهز. صافي كنطفيو النار وكناخدو صفاية وكنحاولو نصفيو الصوص من داك التكتلات اللي تبقات لينا. وكنخليو صوص كراميل على جنب لمده ديال دقيقه فقط، وكندوزو باش نصبو على الكريمه اللي حضرنا من قبل. كنضيفو غير شويه فقط ما كنكتروش باش التحليه ديالنا ما كتجيناش حلوه بزاف. وهنا كيف كتشاهدوا من بعد ما خرجنا الكريمه من الثلاجه كتكون متماسكه، صافي كنضيفو ليها صوص كراميل. بالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار.
تقدروا تزينوا بالكوك او حبيبات الشوكولاته. بالنسبه ليا انا زينت بشويه ديال البيستاش، من بعد كندخلوا التحليه ديالنا للثلاجه حتى تبرد مزيان وكنقدموها بالصحه والعافيه. هاد التحليه اللي قدمت لكم كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.